هلو موتو. فعلياً تم الانتهاء من كافة مراحل تطوير واختبار الجيل الجديد من هواتف موتورولا القابلة للطي من عائلة موتورولا ريزر، وسنستعرض لكم أهم مميزات وإمكانيات الهاتف. يمتلك الهاتف الجديد مساحة تخزين 512 جيجا بايت، بجانب توفيره لذاكرة عشوائية بمساحة 12 جيجا رام، ويعمل بمعالج سناب دراجون 8 بلس جين 1 مع بطارية 3600 ميلي أمبير ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة. ولدى ريزر 2023 شاشة سوبر أوميليد مساحتها 6.71 بوصة بدقة 1080 في 2400 بكسل، وتدعم خاصية اللمس المتعدد. كما يأتي الهاتف بكاميرا ثنائية، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل والثانية بدقة 20 ميجا بكسل مخصصة للرؤية الليلية. وقد منحت الكاميرا الأساسية العديد من المميزات، ومنها ضبط تلقائي للصورة، التصوير المستمر، التقريب الرقمي، وفلاش ليد مزدوج. أما الكاميرا الأمامية للجهاز فتأدي بدقة 16 ميجا بكسل. ويدعم الهاتف الجديد خاصية الشحن السريع، وهو ما يوفر للمستخدم فرصة الاستخدام لفترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن. يصل وزن ريزر 2023 إلى 255 جرام، وقد فضلت شركة موتورولا استخدام خامات الواجهة والظهر من زجاج غوريلا. أما إطار الهاتف فمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. ويأتي هاتف 2023 موتورولا ريزر بنظام تشغيل أندرويد 14 مع نوع معالج سناب دراجون 8 بلس جين 1. ويتوقع بأن يتم طرح هاتف موتورولا ريزر 2023 الجديد في الأسواق بسعر يقارب 522 دولاراً أمريكياً. هلو موتو.